الآن بكل القديسين في المسيح يسوع. النهارده في حلقة تانية من فكرة بدلية العقابية أو الرد على فكرة أن يسوع مات بدلنا على الصليب كعقوبة من الآب. الجزء الأولاني اتكلمنا على فكرة العقوبة وإزاي أن الصليب عمره ما كان عقوبة. المرة دي هنتكلم أو الجزء التاني ده هنتكلم فيه على جزء البدلية. هل فعلا يسوع مات بدلنا؟ يعني إحنا المفروض كنا هنموت فجيه هو لأ هيحقق لنا عقوبة الإعدام مكانكم؟ ولا مات علشان خاطرنا؟ من أجلنا؟ أول فكرة أحب أقولها إنه فكرة البديل منطقيا وعقليا ومن الناحية الواقعية لا تصلح. المسيح مات على الصليب بالجسد وليس موتا روحيا. المسيح يسوع الابن لم ينفصل روحيا عن الآب عشان يقول عليه موت روحي. هو الموت على الصليب كان موت جسدي. فلو أنا قلت المسيح مات بدالي بالجسد معنى كده المفروض انا ما موتش ولا انت تموت ولا انت تموتي. وبما ان عقوبه الخطيه تم استيفائها كاملا على الصليب فالمفروض ان كل شخص يؤمن بهذه النعمه وهذا الغفران ويؤمن بعمل المسيح على الصليب لا يموت بالجسد. فلا اتكلم عن الموت الروحي. ثاني نقطه انه الكتاب بيؤكد ان احنا بالفعل كنا اموات. يعني آدم لما أخطأ أي نعم ما ماتش في ساعتها بس روح الموت والفساد تسللت إليه وأخذ فترة بدل ما كان هيعيش للأبد أخذ فترة جسمه يتداعى 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 لحد ما أخذ بعد 900 سنة أو 950 سنة حسب الكتاب المقدس مات. وإحنا لحد دلوقتي بنموت. إذن إحنا كلنا كنا ميتين بالفعل. فيعني إزاي يسوع هيجي علشان يموت مكاننا؟ الإنجيل بيقول إيه؟ وإذ كنتم أمواتا في الخطايا أحياكم معه. يعني إيه؟ يعني أنتم كنتم فعلا بالفعل أموات بسبب الخطية. فالمسيح جاء على الصليب خد الموت ده وموته على الصليب وعطانا روح الحياة جواه. طب إزاي إحنا كنا مش أموات؟ والمسيح مات بدلنا. طبعا إحنا ننتظر القيامة ولذلك جسمنا حتى الآن يموت. النقطة الثالثة وإحنا علاقتنا بالمسيح إحنا في المسيح والمسيح فينا. يعني المسيح بيحل بروحه في قلوبنا طبقا للكتاب المقدس وإحنا في المسيح طبقا للكتاب المقدس. فالوحدة دي المسيح شرحها بأجمل صورة لما قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان. إزاي أجي أقول إن الكرمة أو الجذع الشجرة مات مكان الأغصان؟ ما ينفعش الجذع يموت بدل شيء متحد بيه، لازم ينفصل عنه ويروح يموت بداله. كده بنضرب وحدتنا في المسيح مرة تانية. بولس الرسول في تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني عدد 11 بيقول وما أصدق القول إن كنا قد متنا معه فسوف نحيا معه. إحنا كنا معاه في الصليب عشان كده هنقوم معاه. دي تحل مشكلة تانية لأنه لو إحنا قلنا للمسيح مات بدلنا يبقى لما قام قام بدلنا وإحنا في الحالتين لا متنا ولا قمنا. لو هو قام من الموت ملناش دعوه بقيامته برضه، هيبقى منفصل عنا، مش هننفع نقوم معاه. وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام يسوع من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم. ان كنا نتالم معه لكي نتمجد معه. كل الكتاب المقدس في العهد الجديد بيوضح بشكل قوي ان احنا صلبنا مع المسيح، متنا مع المسيح، قمنا مع المسيح، جلسنا مع المسيح في السماويات، بنتألم مع المسيح وبنموت مع المسيح عشان ننال القيامة مع المسيح في اليوم الاخير. وان اخر عدو سيبطل هو الموت. الموت ده هو الخطوة التي تتبعها القيامة من الاموات. فكما مات يسوع نموت معه وكما قام يسوع نقوم معه. أكبر قصة في العهد القديم يمكن توضح الفكرة دي هي فكرة الثلاثة الفتية في أتون النار. إن الثلاثة الفتية دخلوا جوه النار صاحبهم رابع شبيه بابن الآلهة. إنه المسيح ما دخلش النار مكانهم، لا ده دخل النار معاهم فأصبحت النار بلا تأثير عليهم. وكل اللي عملته النار إنها فكت القيود اللي كانوا مربوطين بيها لما رموهم جوه الأتون المحمى سبع أضعاف. هو ده خلاصة موت المسيح على الصليب. المسيح وهو بيموت على الصليب راح واخدنا فيه. الصليب كان عامل زي المغناطيس
خدنا كلنا فيه بخطايانا بطبيعتنا السيئه بالانسان العطيب، وصلبنا معاه على الصليب عشان بقوه لاهوته يقدر يقومنا معاه كمان. اصبحنا نحيا الان كما لاخر، نحيا في المسيح وبالمسيح وليسوع المسيح، له القوه والمجد والكرامه الى الابد امين.